السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم بمطبخي. ان شاء الله اليوم وصفتنا كتير طيبه والكل بحبها، الكبار والصغار. اليوم بدنا نسوي البيتزا الهات المحشيه على الاطراف وشكلها كتير حلو وطعمتها كتير طيبه. نبلش بسم الله. اول شيء بدنا نجهز العجينه. في عندي انا هون كوب مي دافي، كوب يعني 250 ملي. عندي هون معلقتين سكر، عندي معلقتين حليب بودر، وإذا ما متوفر كمان شيء مو أساسي يعني مو ضروري، لكن بس مشان بيعطي لون حلو للعجينة. في عندي هون نص كوب زيت زيتون، طبعا زيت الزيتون أطيب بكتير. في عندي هون معلقة صغيرة خميرة، خلطهم كتير منيح مع بعضهم. عندي هون الطحين، عندي هون نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، نص معلقة صغيرة بس هيك بساعدنا على النفخ وبيعطي لون حلو. وعندي هون معلقة ملح، خلطهم هيك شوي مع بعضهم. بنزلهم على السائل، دائما بنخلي هيك شوي طحين لبعدين يعني. نزلنا على الطاولة مشان العجن، وإذا عندكم العجانة طبعا مسهل عليكم أحسن. بس أنا بعجن على إيدي مشان اللي ما عنده عجانة. نبلش نعجن. أنا هيك عجنتي صارت تمام، أنا صار لي شي 10 دقايق عم أعجن فيها، شايفين؟ ما بدها شي، كتير سهلة. وانا اكل معي طحين حطيت 500 جرام، هو دائما يعني بتحطوا 250 جرام مي او 250 ملي مي بياخذ ضعفه طحين، يعني 500 جرام طحين تقريبا شيء 3 اكواب ونص اذا بدكم اياهم بالكوب. شايفين هيك صارت تمام. والاحسن ان نخلي هيك العجين شوي هيك شوي ملزقه بتكون احسن، طبعا بتاخذوا نتيجه افضل. شايفين تكون هيك طريه. يلا انا بدي اخمرها هلا، برجعها على نفس الزبدية، وهذا الزيت اللي صفى من بالكاسة بنزله. يلا، او اذا بترشوا له طحين كمان بيصير. انا هلا لازم اغطيها واستنى عليها لحتى تخمر. صدقوني هي العجينة الاحسن، كل ما طولت بالتخمير بتاخذوا نتيجة افضل طبعا. يلا اللي بدي احطها بين ما تخمر نجهز بقية المواد اللي بدنا نشتغل فيهم. هلا ان شاء الله بدنا نجهز صوص البيتزا اللي بما تخمر عنا العجينه. انا حطيت طنجرتي على النار، حطيت معلقتين ثلاثه زيت زيتون، فارمه هون بصله صغيره، طلع شويه ملح عشان تتقلى معنا بسرعه. انا عندي هيك البصله تقلت، انا فارمه هون سنتوم، هذا ممكن تحطوه ممكن لا، هذا خياري انا هيك فارمته فرم. عندي هون قرن فليفله، طبعا بتحبوا حد بتحبوا حلو، انا هون حاطته حد كمان هيك بقليه شوي مع البصله. انا فارمه هون شي 3 بندورات كبار، حط هيك كمان شوية ملح لأن شفتوا بالبداية حطينا بس شوي. طبعا هلا بندوق وبنظبط الملح. أنا لازم هلا أغطيه وخليه يغلي يتسبك كثير منيح يعني يتعقد. يلا بس يغلي ويتعقد منيح بنرجع لكم إن شاء الله. أنا عندي هيك الصوص تعقد وصار جاهز، بدي أحط له هيك معلقة صغيرة أوريجانو إذا بتحبوا، أو أي بتحبوا شيء ثاني كمان بيصير. شايفين صار عندي هيك تمام. هلا بدي اعطيه هيك ضربه بالخلاط طبعا كمان تاخذوا نتيجه احسن. انا عندي هيك صار جاهز، هلا بس يغلي برجع لونه الطبيعي لاني هلا ضربناه دخل لهوا بصير لونه كاشف. هلا هيك احنا بنظبط له ملحه وبنظبط كل شيء وبس يبرد بنستخدمه. انا عندي هيك العجينه خمرت، شايفين ما شاء الله دوبل حجمها. يلا
يلا شايفين عجينش قد هيك كتير طرية. يلا انا عندي هذا المقدار بكفيكم 3 صواني، يعني 3 راس كبار، بقطعهم لثلاثة. ناخذ قطعة بنرقها، شوفوا يعني هي العجينة كثير طرية، إذا بتحبوا حتى هيك بالإيد بتلاقوها بتنرق. يلا حطك شوية طحين، إذا بتحبوا تحطوا طحين فرخة أو سميد كمان بيصير، بس هيك رشة كثير صغيرة ما تكتروا مشان ما تنشف معنا العجينة. هيك عندي تمام. طبعا بدي اخذ انا قياس الصينيه اللي بدي اشتغل فيها، انا بدي اشتغل بهي الصينيه مدوره او ممكن بيصاج او اي صينيه متوفره عندكم بيصير. انا جايب هيك ورقه زبده قصتها على قد الصينيه، صدقوا يعني كثير بسهل عليكم الشغل، او اذا ما متوفر ممكن ترشوا على الصينيه شويه طحين كمان بيصير. يلا احطها هيك على ورقه الزبده، هيك صارت عندي تمام. هلا باخذ قطعة عجين كمان من اللي ضلت عندي، بقطع هيك قطع صغار، كرات صغار. طبعا انا جهزت العجينة هيك قطعتهم كرات صغار، المهم يعني تحسبوا حساب اني يكفيكم هيك على داير الصينية. وجهزت انا عندي هون جبنة، اي نوع جبنة متوفر عندكم، موتزاريلا تشيدر اي نوع، المهم اذا بتمط كمان بتطلع هيك اطيب. طبعا انا هون حاطة موتزاريلا ونبلش بسم الله. والاحسن يعني اذا كان بتسووا الكرات كلهم قد بعض مشان يطلع هيك الشكل متناسق وكله قد بعض، ونبلش نحشي. او اذا بتحبوا تحشيه بشي تاني كمان بيصير. نبلش بنصفهم هيك على داير الصينية. هيك عندي الصينية صارت جاهزة، ونحن بنحاول هيك باصبعتنا هيك شايفين ندخل العجين هيك بين الكرات. هي بنخلي هيك مسافة صغيرة كتير بيناتهم، لأن هلأ بدها تنفش بترجع هيك بتلزق على بعضها. شايفين هيك صارت جاهزة. وهذا الصوص عندي اللي جهزنا، نحط أول شي صوص البيتزا، وهذا أطيب شي، هو اللي بينكه البيتزا أصلا. هيك صار عندي تمام. حط الجبنة أول شي، طبعا موتزاريلا. طبعا هون انتوا ايش ما بتحبوا بتحطوا، كله هذا خياركم. انا بدي احط خضره بس، هون ممكن تحطوا لحوم بارده كمان كمان بيصير. انا بدي احط هون فطر، هاي فليفله ملونه مقطعتهم انا هيك شرائح، هذا الذرة، هذا زيتون اسود. انا حاطه هيك شي معلقتين ثلاثه حليب، بحب اسوي هاي اللمسه مشان هيك بيطلع اللمعه هدول الكرات اللي على جنب. بدهنه هيك بالحليب، اذا بتحبوا هاي اللمسه كمان انا بحب هيك ارش له شويه سمسم. هلا انا محميه الفرن على اعلى شيء، بحطه بالفرن بالرف النصاني، وبس يطلع ان شاء الله بنفرجيكم اياه. هذا قرص البيتزا صار عندي جاهز، جد والله شكله وطعمه ولا احلى من هيك، بتمنى انكم تجربوه. لازم نقطع لكم كمان قلبه ونفرجيكم قلبه من جوا. بسم الله. شايفين ما شاء الله جد روعه. شايفين؟ حتى قفاها شوفوا شلون متأمر هيك ومستوي غير شكل. حتى هدول الكرات شوفوا قلب الكرات. شايفين الجبنة بقلبها؟ شايفين ما شاء الله روعة. جد يعني وصفة ولا أحلى من هيك، كتير رح تعجبكم إن شاء الله، بتمنى إنكم تجربوها. بتمنى طبعا إذا عجبتكم ما تنسونا من لايك وشير وتشتركوا بقناتي زمانكم مشتركين. أهلا وسهلا بالجميع، والسلام عليكم.